توجه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق إلى الصين للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لأعضاء النيابات العامة في دورته 22، والذي ينعقد خلال الفترة من 10 وحتى 15 من سبتمبر الجاري. كما يلتقي النائب العام خلال زيارة بنظيره الصيني لبحث علاقات التعاون بين نيابتي البلدين. ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الصينية.